أهلا بكم من جديد. أكثر من 41 ألف دورية بنصها الكامل تضم ملايين المقالات العلمية والأدبية بمختلف التخصصات. مكتبة تعتمد أفضل المعايير التكنولوجية باحتوائها أحد أضخم المخزونات الثقافية في العالم، إسهاما منها في تطوير وتحديث الأساليب التدريسية ومصادر المعلومات وتطبيق التكنولوجيا على أسس البحث العلمي. مكتبة الشارقة وما تتميز به في هذه المقابلة التي أجراها الزميل ربيع أبو حسان مع قاسم محمد محمود الخالدي مدير المكتبات بجامعة الشارقة. الحقيقة إدارة المكتبات تعتمد أفضل الممارسات والمواصفات والمعايير الدولية في تنظيم مصادر المعرفة والتعليم اللي موجودة في الجامعة. فنحن نمتلك أكثر من نصف الكتب الموجودة لدينا في شكل مطبوع، لدينا أكثر من 100,000 كتاب بشكل مطبوع، ولدينا أكثر من 41,000 دورية في النص الكامل، وهذه تضم ملايين المقالات العلمية والأدبية وفي مختلف التخصصات. أيضا نستخدم واحد من أهم نظم معلومات المكتبات اللي موجود في العالم، وهو نظام ميلينيوم. طبعا اشترينا جميع البرامج الفرعية في هذا النظام. أيضا لدينا إتاحة كاملة وتامة لكل مصادرنا 24 ساعة على 24 ومن أي مكان في العالم بشرط وجود شبكة الإنترنت. نحن نستخدم الراديو فريكونسي ايدنتيفاير اللي هي عبارة عن تقنية هائلة جدا في إدارة الأمن ومصادر المعلومات. ما هي الخدمات التي وفرتوها للطلاب كي تتيح لهم الوصول إلى الكتب والمصادر العلمية عن طريق البحث التكنولوجي وعن طريق الإنترنت؟ بداية لدينا نظام معلومات كما تحدثنا، نظام معلومات قوي جدا في البحث والاسترجاع، والآن صراحة الجامعة تفكر في شراء نظام اكتشاف للمعرفة، يستطيع الباحث من خلال الكتابة في مستطيل صغير أن يصل إلى كل مصادر المعلومات اللي موجودة في المكتبات، سواء اللي بتقتنيها المكتبة أو تشترك بها، ومن ثم هناك برامج تقوم على الذكاء الصناعي، يعني تجعل للمستفيد فرصة أكبر في أنه يحصل على المصادر ذات الصلة الشديدة جدا ببحثه واهتمامه. الطالب الآن يستطيع الحصول على أي مصدر علمي كان من البيت أو عبر الهاتف فقط عبر توفير شبكة الإنترنت. نعم، يستطيع الطالب أو الباحث أن يحصل على ذلك سواء من سكن الجامعة أو من خارج السكن أو من أي مكان موجود في العالم، بشرط طبعا وجود اليوزر والباسورد اللي بيدخل من خلالهم، ويستطيع أن يعني ينزل النص الكامل، ويستطيع أن يطبع، ويستطيع أن يمرر بالبريد الإلكتروني إلى زملائه وإلى الناس الآخرين مصادر المعلومات ذات الصلة والاهتمام.